السيد الغزا راهم يجوا المترشحين، راهم يجوا، هو جانا واحد اليوم، جاء واحد اليوم، اليوم 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 جاء واحد. قول لها قول لها. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السيد شرقي بن قاسم، رغبت في الترشح من ولاية تبسة في العاتر، وأقيم في ولاية وهران. ولا ضابط سامي متقاعد من القوات البحرية، عمري 51 سنة. صح 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 صح. قال واحد الخطوط، قال واحد الرؤوس أقلام، قال واحد الرسان خيط كما احنا نقوله، تاع من تاع البروغرام ديالو تاعو. واش قال؟ وأما فيما يخص برنامجي أما فيما يخص برنامجي فإنني بعد أن شاورت بعض العلماء الربانيين وشيوخ الزوايا وبعض رجالات الأصلاح أن أقدم هذا البرنامج في ثلاث نقاط. ثلاثة بعد نزيد لك. أولا، أن نقيم شرع الله في القصاص، وأن نضع الربا، وأن يعاقب السارق، وأن يعاقب شارب الخمر، وأن يعاقب مروج المخدرات، وأن يعاقب الغشاش، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.